السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس البسيط ده هنتعلم إزاي نتخلص من الستامب اللي بتظهر عند الطباعة اللي بيكون في الأربع أركان بتوع الورقة اللي بتقول Producted by an Autodesk Educational Product، معناتها إن الملف ده معمول على نسخة تعليمية من نسخ الأوتوكاد. في الخطوات العادية عشان ما تخلص من الستامب دي بروح أعمل فايل Save As، راح على الدوكمنت وأسيفها DXF وأقول له سيف واقفل الملف ده وافتح الملف دي اكس اف واعمل له سيف دي دبليو جي. بكده العلامة اتخلصنا منها. لو روحنا تاني لبرنت ونعمل بريفيو العلامة راحت. الخطوات دي بتكون مملة بعض الشيء لو انا عندي ملفات كتير عايز انفذ عليها الخطوات دي. طب مفيش حل اسرع؟ حل اسرع ازاي يعني؟ انا ده عندي مثلا فولدر في ملفين فيهم مشكله. طبعا مجرد ما افتح الملف وتظهر الرساله دي برودكتد باي ان اوتوديسك ادوكيشنال برودكت، اقول له يس وكونتينيو، بحيث لو ضغطت له مثلا على البوتوم زي ده كده يعمل لي كل الخطوات اللي فاتت دي يعني في اقل من 3 ثواني. ولو رحت اعمل برنت اعمل بريفيو راحت الستامب اللي بيكون موجود. ده اللي هنشوفه ان شاء الله النهارده مع بعض في درسنا. الكلام ده هيكون عن طريق مرحلتين. اول حاجه ان انا هكتب سكريبت يعمل الخطوات دي كلها سيف از دي اكس اف وابن وسيف دي دبليو جي، واعمل بعد كده ماكرو كاستم كوماند يعمل لي ران للسكريبت ده. قبل ما نخش في كتابه السكريبت دواني ونكتبه عايزين نشوف ملاحظه بس كده ان الاوتوكاد 2015 اوتوماتيك بتخلص من الموضوع ده. لو فتحت ملف دواني دي ملف اللي فيه المشكله على اوتوكاد 2015، طبعا الرساله ما بتظهرش. لو عملت برنت اللي اختار دي اختار اي ويندوز ما بتظهرش بشكل مباشر في اوتوكاد 2015. اذا اوتوكاد 2015 بتخلص مباشرة من المشكلة دي، وده السبب اللي خلاني نزلت اوتوكاد 2007 وعملت الدرس عليه. اقفل اوتوكاد 2015 مش محتاجه. هقفل الملف ده، همسح الملفات دي، هنجيب ملفات اللي هي المصابة دي اللي معانا، خدها كوبي اعملها بسطين عشان نبدأ نشتغل عليه. هفتح الملف وهبدأ بكتابة السكريبت. قبل ما نكتب السكريبت عايزين نشوف السكريبت دي بيعمل ايه. طبعا كنا نزلنا قبل كده سلسلة تعليمية في دروس السكريبت وكنتش كملتها لظروف خاصة، وان شاء الله نحاول نكملها. هنشوف فيها حاجات كانت بعيدة جدا عني لما استخدمت السكريبت في شغلي، فرق معايا كتير، وفر وقت وفر جهد. قدرت ان انا بسيب الجهاز بيشتغل وبمشي بروح اشتغل على جهاز تاني، وفر وقت ومجهود كبير معايا. وان شاء الله هنحاول ننزل الدروس دي تبعا ورا بعض. عشان اكتب السكريبت هبدا اشغل الخطوات اللي عملتها دي من خلال الكوماند بار، وافتح ملف تكست وابدا اسجل فيه الخطوات دي. عشان اشتغل الكوماند بار مع امر سيف از وسيف لازم اغير قيمه المتغير فايل داية اللي بيكون مسؤول عن اظهار النوافذ. هاجي هنا اكتب له فايل داية الافتراضي بيكون بواحد خليها بصفر ونبدا نشتغل. اقول اول حاجه سيف سيف از وانتر، واكتب في السكريبت بتاعي سيف از وانتر. هنا جاب لي الفورمات الخاصه بالاوتوكاد. لا انا عايز دي اكس اف، هاجي هنا واكتب له دي اكس اف دي اكس اف وانتر. بعد كده عايز الفيرجن بتاع الخاص بالاوتوكاد اللي انا سايف عليه دي اكس اف من 0 ل 16. خلينا نختار الكاميرا الافتراضيه ل 16 وانتر، اكتب له 16 وانتر. طبعا هنا المفروض انا احدد له الباص اللي هيحفظ عليه او الفولدر اللي بحفظ عليه. هنا في الاوتوكاد لما بعمل سيف از الملف الحالي بيحفظ لي
على نفس الفولدر الموجود عليه. يعني هنا الفولدر ده حافظ على السي يوزر احمد صابر الديسكتوب فولدر اسمه دي اكس اف وادي اسم الملف الموجود معايا. هقبل بالاسم ده هديله انتر. ادي كده الملف وقفنا هنا اهو اتغير الفورمات بتاع الدي اكس اف. يبقى هاجي هنا هديله انتر. يعني ده كده ان انا قبلت بالباص بتاعي. هاجي بعد كده اقول له كلوز وانتر. كلوز انتر. هنا هقول له نو. لو عملت يس هيقدر هيجيب لي بعد كده الفورمات التانية اللي عايز اسيف عليها. اقول له نو. المفروض بعد كده انا بقول له اوبن. وزي ما الاوتوكاد بيحفظ على اخر باص بيفتح اخر باص. عملت معاه لوجيت اقول له اوبن جاب لي هنا الباص بتاعي اللي هو سي يوزر احمد صابر ديسكتوب دي اكس اف وادي اسم الملف. هقول له انتر. يعني انا هاجي تاني في ملف السكريبت وهقول له انتر. انتر ده يعني هو قبل بالباص الموجود. هاجي بقى اقول له سيف از عشان اسيف دي دبليو جي. انتر. واختار هنا الفورمات على طول بتاعي مش هختار دي اكس اف. هكتب اي فورمات موجود هنا. طبعا اقصى فيرجن موجود اللي هو توكاد 2007 لان ده اصدار 2007. لو حضرتك شغال على توكاد 2014 او اي اصدار اقل ممكن تكتب على اصدار حد حسب الموجود عندك. انا هنا اكتب له ال تي 2007. لو كتبت له فيرجن اعلى من 2007 هنا لما اعمل ران للسكريبت ده مش هيشتغل. اقول له انتر. اجي هنا اقول له ال تي 2007 انتر. هنسيف الملف ده فين؟ برضو قبل اخر باص موجود عليه او الفول الفايل موجود عليه. هقبل بيه اقول له انتر هنا في السكريبت وانتر. هنا قبل الرساله دي وانت ريبليس ات لان الملف موجود قبل كده الملف الاصلي دي دبليو جي. لما انا عملت ريبليس اما انا عملت سوري سيف از دي دبليو جي تاني ظهر لي رساله ان الملف موجود قبل كده. هل استبدل الملف الاتنين بالملف الجديد؟ هقول له يس. قلت له يس وانتر. واجي هنا اقول له يس وانتر. انا كده خلصت الخطوات. هرجع تاني فايل ده عشان نعرف نشتغل. لو عملت برنت بريفيوس بلوت بريفيو راحت الستم. انا كده تمام كتبت السكريبت بشكل صحيح. هاجي على السكريبت ده والفايل سيف از انا احفظه مثلا على الديسكتوب فايل اسمه دي اكس اف اسميه وليكن ستامب دوت اس سي ار. اهم حاجة دوت اس سي ار. هقوله سيف. هقفل الملف ده وافتح ملف تاني. تمام الملف فيه المشكلة المطلوبة. واقول له سكريبت اس سي ار. هعمل ران سكريبت هجربه على الديسكتوب دي اكس اف. تمام يبقى كده السكريبت بشكل صحيح. انا كده خلصنا الجزء الاول من الدرس. خلينا نقفل الملف ده وننظف الفايل ده. ده انسب ملف السكريبت ونمسح دول وهنرجع نجيب الملفات دي اللي فيها المشكلة. اعملها بسطين وافتح ملف عندها. الخطوة اللي بعد كده ازاي اعمل بوتوم زي ده يعمل الرن سكريبت ده. الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وانا هنشوف على السريع. هدخل على كاستمايز يوزر انترفيس سي يو اي. هعمل نيو كوماند والكوماند هقول له رن السكريبت بتاعي. هقول له نيو هنسميه مثلا ريموف ستامب. ديسكريبشن عايز تكتب ديسكريبشن تكتبه. خلينا بس بشكل سريع الماكرو هقول له هنا اس سي ار انتر اختار سكريبت يعمل لي ران سكريبت. السكريبت بتاعي اسمه ايه؟ اخده زي ما هو كده اخده اسم صح بالامتداد بتاعه وهدي اقول ستامب دوت اس سي ار وانتر. اوكي بختار
هختار هنا ايمج، انا طبعا مجهز ايمج فوتو موجود على السي، اخترت الايمج بتاعي اقول له ابلاي. اجي هنا انا عايز اظهر البوتوم بتاعي دواني، عايز اظهره في ايه، عايز اظهره مثلا في تول بار، باجي هنا في تول بار اقول له نيو تول بار، اقول له ريموف ستامب، ادي التول بار بتاعي، امسك البوتوم واسحبها واسيبها فيه، اقول له ابلاي اوكي. ظهر هنا معايا التول بار بتاعي وفيه البوتوم بتاعتي. قبل ما اعمل له ران هاخد السكريبت بتاعي ده اقول له كوبي، هوصل بسهوله لملف السبورت، اجعل ايقونه الاوتوكاد وكليك يمين اقول له اوبن فايل لوكيشن، ادور هنا على السبورت واعمل باست للملف بتاعي. افضل ان اقفل الاوتوكاد وافتحه، بسم الله، اعمل الخطوات كلها بمنتهى السهولة بشكل صحيح. هعمل برنت بريفيو، راحت الستامب بكده يكون خلص الدرس ان شاء الله. ملف السكريبت ده هرفعه لحضراتكم، اتمنى يكون درس بسيط ويعجب حضراتكم، ولا تنسونا من دعوة صالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.